ماشي. مساء الخير ومساء النصر لمصر. ربنا ان شاء الله تعالى يحفظ مصر ارضا وشعبا باذن الله وقياده. واهلا بيكم في حلقه جديده مميزه جدا كالعاده من طريقي مع ضيف اكثر تميز في مجاله. والله العظيم وحشتوني فعلا الفتره اللي عدت، كنا احنا اللي مفتقدينكم مش انتوا بس والله. وشكرا على كل رساله وصلتنا بالتواصل معاكم، وشكرا على كل واحد شغل وقته ولو دقايق وسال فين طريقي. طريقي ان شاء الله تعالى موجود بكل جماهيره وبكل كرو العمل، كل التحيه والتقدير والذوق اللي بشوفه دايما من زمايلنا والابداع والتطوير في هذه العريقه قناه مصر. حكايه وتميز طريقي النهارده، لان هنتكلم عن حكايه مكان عريق بتاريخه وبعطائه من 1942. هو دائما عطاء بالأسرة اللي هو بينتمي ليها. هذا المكان هو نقابة الصحفيين المصرية، هذا المكان العريق بعبق التاريخ بكل السواعد اللي موجودة من صحفيين في كل الشأن، المتخصصين اللي هم دائما بنعتبرهم عين القارئ ولسان الحاكم. نقابة صحفيين مصر، كتير من الصحفيين على مدار التاريخ، ودي حاجة مشهود ليها ومسجلة، دفعوا جزء من أعمارهم ومن أيامهم داخل السجون كفاح لأجل هذا الكيان العريق نقابة الصحفيين ولأجل الشعب المصري. وفي شواهد كتيرة ورجال ومحترمين وليهم أرضية ومكانة عند الأسرة الصحفية. هرجع لهذا المكان بتاريخه، دايما بيبقى هو السند لكل الأسرة الصحفية. وكلمة أسرة صحفية ده دليل وتجسيد واقعي على فكرة الاحتواء، بجد بيحبوا بعض وبينتموا لبعض وبيقفوا ببعض مع في جنب بعض في كل الأزمات. سلالم نقابة الصحفيين شاهد عريق على الكثير والكثير من المواقف مع الدولة المصرية. فتحية لهذا الكيان المسمى العريق والعميق بوجوده نقابة الصحفيين المصرية. حددت النهارده بقى وقيمه وقام ضيفي ليه قصه مختلفه تماما. هو حبيب الكل في اداره داخل النقابه اسمها اداره الشؤون القانونيه، بابها مفتوح للجميع من استشاره ومن سند، وبتدافع عن الصحفيين من اسكندريه لاسوان على اختلاف كمان انتماءاتهم. دايما هي محايده، وقناعات العاملين بهذه الاداره ان تطبيق قانون الصحافه كما يجب ان يكون، ومنع حبس الصحفيين، وبتدافع عن الصحفيين ايا كان زي ما قلت اختلافاتهم. على راس هذه الاداره شخصيه موهوبه ومحبوبه بلا مجامله، الشخص الكريم هو المستشار القانوني لنقابه الصحفيين الاستاذ سيد ابو زيد. عمره ممتد لسنوات وسنوات. احنا دخلنا النقابه وكان من قبل وجودنا النقابه اللي شرفنا بانضمام للجمعيه العموميه لنقابه الصحفيين، لقينا بيستقبل الجميع الصغير والكبير دايما بابتسامته وبشاشه وشه المعهوده ليه بلا مجامله لشخصه. اداره الشؤون القانونيه دفعت كتير عن الصحفيين في كل الاماكن زي ما قلت. هو على المستوى الشخصي كان شاهد الكثير والكثير من القضايا المهمة دفاعا عن حرية الصحافة. كمان هو المستشار القانوني للقضية التاريخية اللي هي قضية الخمس علوات اللي ضافت لأرباب أو أصحاب المعاشات. هنتكلم ونسترسل معه عن ذكرياته مع العريقة والعميقة نقابة الصحفيين ونقباء الصحفيين العظماء. هنتكلم كل واحد باسمه لأن كل واحد قيمة وقامة في ذاته. نلحق نستمتع بالجميل والموهوب والمحبوب المستشار القانوني نقابة الصحفيين الأستاذ سيد أبو زيد. مشرفنا النهاردة في طريقي يا أستاذنا، شرف وإضافة وجودك والله. أهلا وسهلا، ده أنا سعيد وفخور ولا تتخيل مدى سعادتي باستضافتكم ليا، وأنتهز الفرصة فرصة الاستضافة بأن أوجه التهنئة لوزارة الداخلية والقيادة والقيادة وقوات جيشنا الباسل البطل بمناسبة عيد الشرطة. وإن لولا جهاز الشرطة والجيش المصري كنا أصبحنا في خبر كان، وبقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي احنا بندله بالحياة كشعب. صحيح. عمرنا صحيح. هو يعني وزمايله حملوا أرواحهم على أكفهم. صحيح. دفاعا عن الشعب والوطن. بارك الله فيهم وحفظهم، وربنا يبعد عننا
أي شر. اللهم أمين. دايما أنا بستهل كلامي بقول ربنا إن شاء الله تعالى يحفظ مصر أرضا وشعبا وقيادة، وده إحقاقا للحق. يعني هو ده الأساس. صحيح. يعني أرجع كله الباقي مقدور عليه بقى. صحيح. صح، ربنا يحفظ مصر إن شاء الله تعالى. أرجع لشخصك الكريم، كان في كلمة افتكرتها دلوقتي للقدير جمال حمدان طبعا أستاذنا والتاريخ في كتابه ليه وصف مصر وعبقرية وجغرافية المكان. يقول لك إن كل مكان بيبقى شبه صاحبه، يعني البيئة طبعا الإنسان وليد البيئة. هرجع بقى للجذور والأصل والصعيدة المحترمين أهالينا في بني سويف بقى، احكي لنا على الحدوتة دي وإزاي البيئة أثرت بقى فيك يعني. والله أنا يعني اسمي سيد أبو زيد سليمان أبو زيد حسن. من ولدت في قرية الزيتون إبلي مركز ناصر محافظة بني سويف. ومركز ناصر ده كان بوش بعد وفاة الزعيم الخالد جمال عبد الناصر. صحيح. تم تسميته بمركز ناصر. الوالد يعني تاجر قطن وغلال ومزارع. وظرفه أنه يعني لأن أنا جدي كان موظف السكة الحديد، واصلا الاصل من نسل ابو زيد الهلال اللي هم التسع اخوات السر الهلاليه والتاريخ، التسع اخوات اللي جم ولقوا الاكل والشرب في مصر. فقالوا عمار يا مصر. صحيح. وجزء منهم عاش في اسكندريه، وجزء عاش في الشرقيه، وجزء في بني سويف، وجزء في انا. ويعني طبعا أنا ما حضرتش العز بتاع الوالد، لأن الوالد كان تاجر كبير. المحل بتاعه كان في صدر القرية. ويعني كان مواظب على قراءة الجرايد. يعني حتى يجيبوا الجرنان ويقراه، وكانت الناس تلتف حواليه، وكان معطاء. لأن طبعا يعني في الفترة التاريخية إلى جانب تجارته القطن طبعا، يعني كان بيشيلوا القطن وهو بيزرع من الفلاح. وطبعا بيجمعوا بقى لحظة الحصاد والجن. ويحلقوا ويبيعوا، واخد بالك. فكان دايما ما بين المركز اللي هو مركز بوش والمحافظة. وكانت كل الموالد اللي هي أولياء الله الصالحين سيادنا. فكان بيعمل فرشة حلاوة يعني طبعا في الموالد. عارف اصلا السمسمية والفلية والحلاوة. كل بتدي روح كده. يعني لما بيرجع بقى بينتهي مثلا مولد كميات حلاوة بوزعها على اهل البلد. المواسم المحددة يذبح ويوزع. يعني كان معطاء ومحب للناس. وطبيعة القرية اللي هي قرية الزيتون كانت تساعد على هذا الموقف. وطبعا انا ما حض... يعني ما يعني انا اصغر اخواتي ما حضرتش العز. يعني حضرت البقيه منه، ويمكن ده اثقل في شخصيتي وجعلني سمات حلوه. يعني انا اكتسبت سمات من القريه الجميله وهدية اللي هي المحبة. وأنا لما براجع دلوقتي فترة الطفولة، يعني إحنا يعني ما كانش بتسمى بقى في القرية حارة، كان اسمه ضرب. أيوه. فكان ضرب أبو زيد. فكانت كلنا كأطفال مسلمين ومسيحيين، البيوت مفتوحة. أيوه. ندخل نلعب وناكل. صح. واللي عامل أكل يأكل اللي مش عامل ايه. أيوة. اكل. يعني حتة المشاركة ديت والروح الجميلة اللي كان بيتحلى بيها الريف المصري. صحيح. والقرية المصرية اللي احنا في احتياج ليها لأحيائها. صحيح. صحيح. ما كانش فيه تفرقة ما بين غني ولا فقير ولا مسلم ولا مسيحي ولا بنت ولا واد. افتقدنا ده يا استاذ سيد. يعني جزئيا مش كليا، لكن في احيانا بتحصل. يعني انا يعني فخور بإن كنت عشت الفترة ديت، وعشت لحظة جمال القرية والسمات الجميلة اللي كنا بنحيا فيها، ودي إحنا كنا محظوظين. صحيح.
يعني ساعد في ده كمان يعني الحته ديت ان انا يعني طبعا يعني كنت في رابعه ابتدائي، توفى الوالد الى رحمه الله تعالى، وبدانا يعني كان سنه 1960 كان مجد الزعيم الراحل جمال عبد الناصر واللي ليه فضل عليا ان مجانيه التعليم هي طبعا صحيح. يعني عصرت انا مجانيه التعليم وكان ليه فضل ان انا اتعلم من خلال مدرسه الزيتون الابتدائيه، وخلصت الابتدائيه كان يا دوب لسه اتعملت مدرسه اعداديه يعني بدات بقى انشاء المدارس بحيث انها ما تبقاش كان يعني بتبقى قصره على المدن والقرى، ما كانش بيبقى فيها مدارس لا اعداد ولا ثانوي، فبدات مع مجانيه التعليم تنتشر المدارس في كل النجوع وفي كل القرى. فخلصت الابتدائيه كان مدرسه أشمنت الإعدادية، دخلت الإعدادية يعني يدوب خلصت الإعدادية في أشمنت كان يعني الثانوي بعد الثانوي في الوسطى، ما كانش كان الأول في بني سويف اللي هي مدرسة ثانوي، مركز الوسطى تبع بني سويف، الوسطى كان يدوب المدرسة الثانوية. فده كله سهل عملية تعليمي. وكمان فكرة فترة الستينيات يا أستاذنا كانت صاخبة وثرية بأحداثها، فكرة الهموم القومية الكتيرة اللي هي موجودة، كان الهم القومي مش الهم البلد بس، فده زرع برضو في الجيل بتاع حضرتك فكرة الهموم القومية والقومية العربية كمان بالذات. ما هو أنا أقول لك يعني بضيف لك في الفترة ديت، هو طبعا الوالد كان محبا لحكاية الجرايد، الجرايد والجرايد انت عارف ما كانتش بتيجي كتير في القريه طبعا الا الاصبع ايه، فانا يعني خدت منه ان الراجل بتاع الجرايد السمر يجيب لي الجرايد والراديو، ودول حاجتين كانوا اساسيين لمنهل الثقافه طبعا. وعشنا احلام الفتره الستينات وفتره جمال عبد الناصر والقومية العربية الاستقلال صحيح. والتحرر حركة الاستقلال صحيح. والتحرر والمزايا يعني كان بدأت بقى فترة الستينات دي بالتحديد الواحد لما صحيح. بيرجعها يعني كانت بدأت 61 قرارات يولو للشراكية اللي بدأت تتطبق وظهرت وتوزيع الأراضي على الفلاحين صحيح. كل ده كان أثر ليه أثر كبير شخصية. في شخصيتنا وتربيتنا إننا يعني بأكد لك أن هناك حاجات كثيرة اتغيرت في الريف يعني ما كانتش دخيلة عليه يعني الفترة طويلة كان المشاركة والتآلف الاجتماعي والمودة أن كلنا قلب واحد، القرية كلها شخص واحد، و فرح بنحضر كلنا الفرح، بنتمنى ان شاء الله حزن. ترجع باذن الله الايام دي حزن ان شاء الله، وفي موجود والله لسه برضه عند اهالينا في الصعيد وفي وجه بحري يا حد ما ظهر بقى محتفظه ببعض اجزاء من انا بقول لك ما بداتش تتاثر القريه الا يعني بعد بقى المستحدثات اللي حاصله النفط العربي بقى والظهور الجماعات الاسلاميه وخلافه، لان هي اللي ادخلت الفرقه زي ما بقول لسيادتك، كانت بنت القرية محدش يقدر يمسها، وكل شباب القرية يهب للدفاع عنها. مفيش فرق ما بين المسلم والمسيحي صحيح. يعني كان في ضربنا أسرة مسيحية، ما زلت أتذكر لا ما استطعش أقول لأن أنا تعودت عم يونان وخالتي ماتيلدا يعني كان ولادهم بيدخلوا عندنا بياكلوا عندنا واحنا بندخل ناكل، وكل اولاد الضرب بناكل وبنشرب وما فيش فرق ما بين مسلم ولا مسيحي صحيح. وما بين الفرقه دي اللي ظهرت صحيح. وكانت دخيله على القريه، ونتمنى باذن الله في ظل الرئيس عبد الفتاح السيسي، لان انا امل كبير جدا يعني ما تتخيلش، لان مريت سياسيا بمراحل كتير جدا وبقولها ان السيسي ده هبه من عند ربنا سبحانه وتعالى للشعب صحيح. المصري والمصر ان يبنيها ويرجعها لاصولها وجذورها
وكل الحاجات الجميلة اللي فيها بإذن الله هنرجع ليها إن شاء الله تعالى بإذن الله. بلدي كده محروسة كانت وما زالت وستظل مصر بإذن الله. أنا بقول لك أروح بقى لمحطة بداية المواقف السياسية اللي مشهود لك بيها وإحنا شاهدين على كده في مواقف كتيرة والله، ولكن هاخد بس خطوة ورا. بداية دخولك العريقة والعميقة نقابة الصحفيين، الحدوتة جاتت إزاي؟ يعني أصلا دي لها قصة، حضرتك بقى لك حوالي 40 سنة في المستشار قانوني للنقابة يعني. أنا طبعا بختزل يعني، طبعا خلصت ثانوي. ما احنا بناخد كده من كل بستان ورده يعني. والتحقت طبعا، كنت حريص ان انا ادخل كليه حقوق، يعني دفاعا عن حقوق يعني نصره المظلومين وللناس. وطبعا لما دخلت كليه حقوق القاهره، يعني في مرحله اساسيه عشناها طبعا، يعني عشنا الفترة النصرية كلها والأحلام النصرية طبعا، حصل لتهزيمة 67 وعمري ما انسى الحزن. القرية حزنت حزن وحسينا بالغدر الإسرائيلي لقواتنا، لم يسمح لجيشنا أنه يحارب. ويعني عصرت بعد أن يعني كان لحظة حرب 73 كان ليا خمسة، ثلاثة اخوات وولاد اختي في حرب 73. وطبعا وانا كنت من ضمن الناس الطلبة اللي طلبوا بضرورة تحرير تحرير سيناء وعودة استرداد الاراضي العربية، ولا بد من الصقر. وده حققناه في 73. انا عارف ان حضرتك كنت قياده شبابيه في الجامعه، وطلبت بمؤتمر. يعني اتخرجت من الجامعه، كان حظي جميل جدا يعني، سواء في الجامعه كان الجامعه نمو الوعي السياسي كان مرتفع جدا. صحيح. اللي هو طبعا الطلبه يعني الحس الوطني كان كبير. صحيح. عندهم جدا. وكان موقفهم جذري ضد اسرائيل وضد امريكا، وكان في زخم في الاحداث. ما هي زي ما بقول لسيادتك، احنا عصرنا ده طبعا. وكنا بنطالب بالحرب، ومن الطلاب اللي كانوا بيطالبوا بالحرب. واتخرجت، دخلت دخلت نقابه المحامين. نقابه المحامين مدرسه الحياه دي اصلا، هي بقى مع الجيل الجميل. يعني مش هقول لك ده ربنا سبحانه وتعالى يعني كرمني ان ادخل اتربى في المحاماة على ايد المرحوم احمد الخواجة. طبعا. القديس احمد نبيل الهلالي. يعني الوطني والمخلص والنقي دكتور جلال رجب. طبعا. فريد عبد الكريم. فهم ناشد. محمد عيد الوفدي. يعني كنت تلقى كل الاطياف السياسية موجودة في نقابة المحامين. قمم، وكل واحد فيهم فقيه في مكانه. فكان طبيعي أن أنا أول ما أدخل وانضم لنقابة الصحفيين أن تبقى عيني على لجنة الدفاع عن الحريات. صحيح. فدخلت لجنة الدفاع عن الحريات، كنت سكرتارية. طبعا بظبط كل القضايا والتنسيق، القضايا الكبيرة اللي شهدتها مصر. بدءا من قضية إضراب عمال السكة الحديد. طبعا. قضية الأمن المركزي، قضية ثورة مصر، الأمن المركزي. قضية ثورة مصر. صحيح. كل مضطهد من أسوار الإسكندرية إحنا حضرنا معاه كلجنة الدفاع عن الحريات. فالقصة كانت ظريفة جدا. أنت عارف سيادتك، نقابة الصحفيين من قبل ما تتبني كانت يعني مبنى صغير كده تبع القوات اللي عندك. والمحامين هي كانت شقه اصلا ايام الاستاذ نور نقيب محمود ابو الفتوح. انا بقول لك هي كانت المبنى الفيلا دي. ونقابه المحامين الجنينه، وكان ما بيفصلش ما بينهم الا سلك. كانت تقريبا الحديقه هي. المحامين يعدوا من السلك يبقوا في قلب الصحفيين. الصحفيين يزهقوا من عندهم يجوا المحامين. فكانت الصله الى جانب الزخم الوطني كان خلال الفتره دي. فحصل تلاحم ما بيننا وبين الصحفيين. لا، والصحفيين والمحامين يا استاذنا من اشرس النقابات الموجوده دايما، هم المتصدرين المشهد. احنا شفنا، اصبحت مصدر من خلال القضايا المتداوله. صحيح. مصدر اساسي لاصدقاء الصحفيين.
فبدأوا ياخدوا مني الأخبار. فحصل إن اتنين صحفيين اتفصل، يعني هم اتنين أعزاء وقوي جدا، واللي فصلوهم بقى كانوا يعني عظمتين كبار. فطبعا حلو التعبير ده، اصل عارفك انت عشت كتير معاهم صح. أنا فطبعا يعني كلف محامي النقابه في الوقت ده ان يتبنى قضيه الزميلين اللي كانوا معتصمين داخل النقابه بسبب حكايه الفصل التعسفي. فاكرهم طبعا اسمائهم، اسمائهم وايه وهم فاكرين. حابب تقول ماشي، مش حابب براحتك. لا ما يعني اصل ده احداث خلاص. كان الاستاذ الفاضل ربنا يديله طولة العمر محمد غزلان، ايوه، وزميل الفاضل محمد الشربيني ربنا يديله الصحه والعافيه. وطبعا كان قياده الوفد الباشا فؤاد سراج الدين في الفتره دي، وكان على راس المؤسسه الجمهوريه كان الأستاذ الفاضل سمير رجب طبعا. فأنا يعني هم محتصمين وخلافه، فجم قالوا في لجنة الدفاع للحريات ده احنا لنا اتنين زملاء ومفيش حد عمل لهم إجراءات قانونية ولا حاجة. فرحت على طول واخد الإجراءات، لأن أنا أستاذ يعني في مكتب نبيل الهلالي، أستاذي ومعلمي، فطبعا متخصص في القضايا العمالية. رحت واخد الإجراءات على طول ورافع القضية وغير مبالي لأي إيه لأي حسابات، لأن أنا ضد الفصل أيا كان. صحيح. إيه صحيح. الشخص اللي ارتكب. فعملت القضايا وتمام، تم عمل عريضة وجمع توقعات بأن أكون محاميا لنقابة إيه. هذا حضرتك دخلت بصورة غير تقليدية. طبعا يعني بناء على طلب الجماهير. عريضة توقعات على أساس ان ابقى محامي نقابه الصحفيين. وودوني قابلت السكرتير العام وامين الصندوق في خلال الفتره دي الاستاذ اسامه صرايا ربنا يديله طول العمر. قابلني كده قال لي انت بقى اللي هتبقى محامي نقابه الصحفيين بقى، ثوري وشعري منكوش واخد بالك. فقلت له قال لي طيب انت باين عليك لمض، طيب يلا تبقى محامي نقاب صحفيين وهندي لك مرتب 100 جنيه. رحت بقى مختار ترابيزه وكرسي، قعدت في ظل الشجره اللي كانت موجوده لو تفتكر الجنينه، وبدات اجي افتتح النقابه الصبح، نقابه الصحفيين، واقعد انتظر. والكل بقى عرف ان انا محامي نقابه الصحفيين برضه لوقع ظريف. طبعا أستاذ الفاضل ربنا يديه الصحة والعافية مرة تانية وتالتة ورابعة، وبدين ليه بالفضل والعرفان الأستاذ مكرم محمد أحمد، لأنه أعطى وناضل لحرية الصحافة والصحفيين ونقابة الصحفيين الكتير والكتير. فأول توكيل عمله لي بقيت أنا بحكم ان انا بقى محامي نقاب الصحفيين. كانت لسه الاداره ما اتكونتش، اصل عارف الاداره فيها زملاء كتير لحضرتك و... ما انا بقى ده التطوير اللي حصل. وقع اعتداء شهير على الاستاذ موسى صبري. الواقعه الشهيره اللي هو علال الفاسي الكاتب الصحفي الكبير، علال الفاسي في الغردقه اعتدى عليه بالضرب، يعني بدون اي مبرر او سبب و يعني ده احتراما وتقديرا طبعا استاذنا الفاضل كان ممكن يرد له صاع صاعين واكتر من اللي عمله، لكن اتعمل محضر والمحضر بقت جنحه ونزلت جنح قصر النيل. وكان محامي الاستاذ موسى صبري القيمه والقامه لبيب معوض محامي. واتذكر بقى كده ان احنا رحنا حضرنا وانا حضرت عن الاستاذ مكرم نقيب الصحفيين منضما لاستاذي الكبير استاذ لبيب معوض. وحضرنا الجلسه دي كانت اول قضيه حضرتك تحضرها. فطبعا يعني الاستاذ موسى غطى وقاع الجلسة واتعمل لنا صورة واحنا حاضرين وبنترافع. وشاء الحظ
ان طبعا هذا الموقف التضامني نزل في الصفحة الاولى وكان في ماتش للأهلي والزمالك والخبر طبعا الماتش للأهلي والزمالك بينزل في كل الصفحات طبعا بتصدر فنزل بقى في اخبار اليوم صفحة الأهلي والزمالك والتغطية لحضوري وتضامني باسم الاستاذ مكرم بدايه قويه طبعا فمصر عرفت كلها ان انا محمد نقيب صحفي صح بدايه حلوه وحظ طبعا فيها شيء من الحظ اكيد والتوفيق وكملت وطورت حتى وصلت اداره قانونيه فيها ست محامين وكان برضو على ايد الاستاذ مكرم محمد احمد ودي ليها قصه هحكيها على طول سريعا مش هطول فيها يعني احنا بندي الناس حقها لان هي اداره فعلا شغاله و فتره الـ فتره الاستاذ مكرم محمد احمد وكان الرئيس حسني مبارك وطبعا بدا يضيق بالوقفات على السلم الوقفات الاحتجاجيه وخلافه والصحفيين كان كل حد يتحل المحاكمه الجنائيه بيعملوا تظاهر ويتقفل شارع في خالد ثروت وخلافه شفنا ده كتير فاستاذي العزيز مكرم محمد احمد والمستشار الجليل عبد المجيد محمود فكروا في اليه ان يتم محاسبه عدم احاله القضايا اتعمل اتفاق استاذ مكرم مع المستشار عبد المجيد محمود بعدم احاله الصحفيين للجنح والجنايات وإن يتم محاسبة الصحفيين في نقابته لجنة القيم والشؤون القانونية من خلال إيه تم الاستعانة بمستشار فاضل جليل على أساس ينفذ هذه الفكرة وبدأ سيادة المستشار النائب العام يحول العديد من القضايا اللي من الواجب تروح للجنايات والجنح تيجي النقابة احتراما لقيمة المهنة طبعا وتحقق صحيح. داخل النقابة و فيها جزء ادبي ده جميل. ادبي وادمي صحيح. وكل صحيح فطبعا الاستاذ مكرم يعني تجربه حققت نجاح طبعا وعملت جهد في معاونه المستشار فيعني كان السؤال الطبيعي لما بدات تتنفذ التجربه ويبقى ليها صدى فقال لي ها يا سيد ابو زيد انت عايز ايه يا سيد ابو زيد انا عارف اسلوبه طبعا ربنا يديله الصحه قلت له انا مش عايز حاجه انا عايز اداره قانونيه يا سياده النقيب انا بطولي ولو لا قدر الله مت او حصل حاجه الصحفيين مش هيلقوا صدر حنين زي فانا عايز اعمل لا وكثره القضايا وشعبت قال لي طب يا سيدي اعمل اداره قانونيه وكنت طلبت منه طلب تاني ان تبقى فيه لجنه نقابيه للعاملين وموظفين النقابه وان كل موظف النقابة يتوفى إلى رحمة الله ياخد مكافأة نهاية الخدمة فقلت له دي طلباتي قال لي ما انتش عايز زيادة في المرتبات والبتاع قلت له أنا عايز دول قال لي ما أنا عارف إن أنت فقري لا ده لا والله هو أنا عارف إن هو كان ابن نكتة وعنده نكتة كده لذيذة هي صحيح. قال لي ما أنا عارف إن أنت فقري فاعمل يا أخويا اللجنة النقابية واعمل اللائحة و اعمل الاداره القانونيه عملت الاداره القانونيه صحيح. والحمد لله توجت وقايمه بعملها على اكمل وجه ويعني كل فرصه صحيح. هتجيلي هيبقى مزيد من الدعم ليها والاستاذ ضياء رشوان برضو ما بيتاخرش حقيقي صحيح يعني صحيح. طلبت اتنين محامين شبان فوافقل عليهم الى جانب الثلاثه القدام يعني صحيح. بقت حاجة جميلة واحقاق الحق ومفيش تقصير الادارة عند حضرتك ما فيهاش احنا شفنا ده كتير مع الزملاء ما حدش بيطلب مننا حاجة وسفر بيسافروا توكيلات يعني الاول بيعملوها وبيحضروا قبل كمان الصحفي نفسه احنا يعني انا سعيد بده وبقول ربنا يدومها نعمة حصاد سنين حصاد سنين ده الجهد بقى ترجمة لحاجة ملموسة تبقى موجودة للاجيال القادمة طيب قبل ما ندخل في جزئيه تانية اللي هي اشهر القضايا اللي حضرتك ترفعت فيها ومنها ماشي. قضيه الخمس علوات كده انا بس براجع مع حضرتك كده بحكم القانون ونص القانون ماشي. بيقول ان مفيش حبس للصحفيين في قضايا النشر ما هو طيب زي انا ما قلت لك انا عارف انا صحفي وعارف بس انا باكد على بعض في زملاء جدد
بيبقى عنده في شيء من المخاوف، بتبقى ايد مرتعشه شويه في انه هو يكتب براحته. لا احنا بلد فيها حريات وقانون صحافتك كمان بيدعم ده، وعندك سند كبير وعريق اسم نقابه الصحفيين واداره شؤون قانونيه قويه موجوده هي معاك وداعم ليك في اي مكان. اكتب ما شئت في اطار القانون واحترام للسياسه العليا للدوله، وانتقد براحتك الكل والجميع بصب في صالح العظيمه مصر. ده كلامي. ما هو ده تاكيدا لكلامي. انا يعني التطور التشريعي سواء ماده الدستور او التعديل في قانون المجلس الاعلى للاعلام او التعديل اللي انتزعه الاستاذ جلال عارف ربنا يديله الصحه والعافيه بتعديل قانون العقوبات بالغاء كل العقوبات السالبه للحريات وتبقى غرامه. صحيح. دول سند الاساسي. ايوه. اترفعت، كان في زميل واخد سنه سجن. رحت الغردقه عشان اطبق الكلام ده. والحمد لله اترفعت وشلت السنه. طلعت هاشم. ايوه عارفه الاستاذ طلعت. طلعت هاشم لسه حديثا وهو يقول ده. هو مناضل من زمان. انا عارفه ده كان مقيم في النقابه معتصم سنين. ما انا رحت الغردقه واترفعت وكان السند القانوني ده القوي. انتزعت لي البراءه. قضيه استاذ الفاضل احمد الخطيب. طبعا. العديد من القضايا اللي كان فيها حبس. لان هي المشكله كالاتي، ان برضو بتأزمك كلمة حبس دي، إن يعني هي بتأزمني. وحاجة طبعا يعني مؤلمة جدا. صحيح. وبتبقى يعني تعتبر قيد داخل الصحفي. لان الصحفي حينما يحس ان هو يتحبس نتيجة الكتابة فمش هيقدر يكتب، يمتهن مهنة تانية افضل. فانا خلال الفترة دي كثفت وتعمدت كل من حصل اللي صدر، يعني اغلبيتها كلها الزميل في اسكندريه برضو. رحت سافرت له خصيصا. يعني شوف وصلت لحد فين. برضو كان محكوم عليه سنه سجن واترفعنا وشلناها. و وانا كده هقول لحضرتك على السر بقى. وتوجناها بالمبدا مبدا محكمه النهضه. انا كده عرفت ليه كل الناس لما نوهنا ان حضرتك ضيف عندنا وشرفنا في طريقي، ناس كتير والله بعت لك السلامات وعارفين ان شخصك من محترم يعني. وانا بعتبر الصحفي الاسره الصحفيه دي اسرتي. صحيح. وصارت محبه موده. يعني واتمنى ان انا ابقى عند حسن ظنهم وربنا يديني الصحه والعافيه ان شاء الله، بحيث اوفر لهم الحمايه حتى القى ربنا ان شاء الله تعالى. ربنا يكرمك ويمتعك بالصحه والعافيه كده باذن الله. دي امنيتي الاساسيه ان شاء الله ربنا يكرمك. عايز اروح كمان لفكره الفصل التعسفي. انتوا ليكوا باع في الموضوع ده، وكتير من الزملاء بيروحوا لكم في اداره الشؤون القانونيه، والصراحه بتقفوا معاهم وقفات حلوه. الرابط بقى ما بين انا هوضح لك. هو يعني الاول ما بدات احضر مع الصحفيين في قضايا الجنح والجنايات اللي هي فيما يتعلق بالحبس او التضامن في قضيه الفصل. فكان يعني طبعا اغلبيه القضاه طب ايه يا عم انت جاي ليه باسم النقابه الصحفيه. كانت المساله يعني جديدة صعبه برضو كبيره. ف يعني وصلت في ماده في قانون النقابه 76 لسنه 1900 اللي انت قلت للتقرير قانون نقابه الصحفيين، ماده 53 من قانون النقابه تدي لنقيب الصحفيين حق الحضور والتضامن لاي صحفي او صحفيه في اي قضيه تتعلق بكرامته او كرامه المهنه. صحيح. فصارت الماده 53 دي باصلها يعني بموجب التوكيل بتاع حضرتك فانت مستشار القانوني. قول لي انت جاي ليه؟ ايه يا عم؟ هو نقيب صحفي اللي شتمت ولا عمل ايه؟ صحيح. اقول له لا، ما هو انا نقيب صحفي ما في قانون التابع والمتبوع. صحيح. ده بقى اصلتها من خلال قانون النقابه وبقت خلاص قاعده معروفه دلوقتي حاليا، وبقينا معلومين لدى كل القضاء. صحيح. انا المصري الشريف اللي بنفتخر فيه، اللي بيعز الصحافه والصحفيين. وللامانه القضاء دايما هو بيكون منصف يا استاذ سيد الصحفيين. وبدانا نجيب لزمايلنا برضو في قضايا الفصل ويعني وقف قرارات الفصل والتعويض.
وما بنسيبش اي حد صحيح. سواء في قضايا الفصل او قضايا الجرائم. ما نقدرش بقى نغفل القضية الشهيرة اللي حضرتك اترفعت فيها، قضية الخمس علوات، وكانت القادة السياسية كمان استجابت لهذا الحكم التاريخي لأصحاب المعاشات. قصة أنا عايز إنها تاخد حيز، لأن أنا بقول بعد التجربة دي إن أي حد ليه حق يعني يضمن انه هيحصل عليه في ظل رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وما فيش حد هيتاخد بمثابة فرصة هيتاكل حقه. بس عليك ان انت اخد الحق، ان انت تبقى محترم، ما فيش بقى شتيمة ولا قلة الادب اللي بيعملوها البعض، وان اخد الحق ومعاك حق فعلي، معاك يعني مطالب فعلي، مش حرفة. هي القصة ايه؟ قانون يسود الجميع ويطبق. انا طبعا انت عارف يعني حتى الحاجات المتعلقه بالموظفين والعمال انا مهتم بيها، لان هم دول الكادحين والايه اللي احنا بنقف معاهم. فكان 2000 قبل 2006 كل حد سواء عامل او موظف بيتحل المعاش بيصرف البدل النقد الخمس علاوات. جه طبعا ايام يوسف بطرس غالي وزير مالية، وزير مالية ضم أموال المعاشات لأموال وزارة المالية. وطبعا نتيجة الضم توقف عن كل اللي طلع بعد 2006 ما ياخدش الخمس علاوات البدل الخمس علاوات. وطبعا لجأنا وعمل تعديل في قانون التأمينات نفسه يحول دون حصول الموظف أو العامل على الخمس علاوات. عملنا طعن أمام المحكمة الدستورية وتحكم بعدم دستورية هذه المادة، وأصبح الصورة مؤلمة جدا. هي دي اللي بدأت الفكرة، لأن أنا العامل بيطلع المعاش، استنادا لحكم المحكمة الدستورية بيرفع قضية، بيقعد ابتدائي وسئناف وخلافه لحد ما بياخد حكم، بيحصل على حكم، وطبعا ممكن يموت من قبل ما ياخد ايه، وارقام هزيله الموظف بيلجا للقضاء الاداري وبيرفع هذه القضيه. طبعا انا صديق البدر فرغلي، يعني من ايام عامل في الشحن والتفريغ، وانا بدافع عنه، وهم الاشتراكيين اصلا بيحنوا البعض، عارف لا هو حدوته، وانا طبعا ما اقدرش افرط فيه، قيمه وقامه، وبعزه وبعزه من ايام يعني موصين عليه الاستاذ نبيل الهلالي، فما اقدرش اتاخر ما دمت حيا عنه. فكان عنده قضيه، كان محل محكمه الجنايات في بورسعيد، رحت حضرت معاه وربنا كرمنا، جبت له براءه. كلمته قلت له بقول لك ايه، ما انت عامل حكايه اتحاد المعاشات دي، وانا بقيت المعاناه برضو قصه الخمس علاوات نابعه من الصحفيين. لان كل الزملاء الصحفيين اللي تحلوا المعاش لجأوا ليا ورفعت لهم القضيه تطوعا، يعني الاستاذه اقبال بركه جبت لها حكم مجموعه كده، وحسيت ان طبعا الصحفيين بيروحوا عند المحامين بياخدوا منهم اتعاب، ونسبه كبيره جدا، حاجه بتاعت 20% من الخلاف وبتاع. هو من قلبي والله انا بكلمك بجد، انت كل التحيه والتقدير والله، الله يخليك. فحسيت ان انا يعني لازم اعمل حاجه، لان انا مش هقدر اسد على كل الصحفيين والصحفيات اللي هو احقق الحق حضرتك بجهود بتاعتك، وجود الاداره المحترمه في دار الشؤون القنوية اشتغلت كتير، وانا على المستوى الشخصي سعيد بهذا اللقاء والله، وربنا يكتب لك كده الخير والنجاح، وإن شاء الله تعالى توعدنا بحلقة وحلقات تاني بإذن الله. شرفت بحضرتك. أنا هو الوقت انتهى، ده بالنسبة لل لوقتي، ولكن الاستمتاع بكلامك لم ينتهي أبدا إن شاء الله تعالى. شرفتنا يا أستاذي، تحياتي ليك. أنا اللي سعيد تحياتي ليك. مشاهدينا، خلصت حلقة النهاردة مع القيمة والقامة القدير أستاذ سيد أبو زيد، مستشار قانون نقابة الصحفيين، اتكلمنا عن حرية الصحافة التي ستزال إلى أبد الآبدين في مصرنا الحبيبة. الشكر موصول للكاتب الصحفي مدحت محي الدين، رئيس تحرير البرنامج. إن شاء الله أشوفكم الأسبوع القادم في أدب وسياسة وفن ورياضة. في أمان الله.